كيف بدك تسأل الشخص المقابلك عن حاله باللغة الهولندية؟ أول سؤال وأكثر سؤال استخداماً هو هو خات هت. هو خاتت بمعنى كيف تسير الأمور. جوابها في عنا أكثر من طريقة للجواب. أول طريقة هي هت خات هيل خد. هت خات هيل خد. إيش معناتها هاي؟ معناتها أنا أو تسير الأمور معي بشكل ممتاز. ممكن نقول هت خات بريما. هت خات بريما. هاي إيه بدنا نقولها إذا كان وضعك متوسط، لأنك ممتاز ولا أنك سيء. طيب إذا كان وضعك ما نو جيد، فإيش تقول؟ ممكن تقول هت خات نيت زو خد. هت خات نيت زو خد. سؤال ثاني أو طريقة ثانية للسؤال عن الحال أيضا، ممكن نقول هو إز هت. هو إز هت. هو زت. أيضا الأجوبة واحدة، تقدر تجاوب بنفس الأجوبة. هت خات خد. هت خات بريما. هت خات نيت زو خد. سؤال آخر أو طريقة أخرى، ممكن تقول ألس خد أو ألس أوكي، بمعنى هل الأمور جميعها بخير. ألس يعني كل شيء، خد جيد. هون طريقة استفهام ألس خد، جوابها يا ألس خد. ممكن أيضا ترجع تسأله أنت إن ميت ياو. إن ميت ياو. إن ميت ياو يعني وأنت أيضا أو معك كيف تسير الأمور. قل هيل خد، نيت زو خد، أو بريما. أتمنى تكونوا استفدتوا ونراكم بدرس لاحق.